كنت مع جبس القايد سيد القايد كينزل عندي شخصيا بالقوات المساعدة كيجي عندي المحل كيقول لي خاصك تهدمي هذا الحيط. علاش اسيد القايد؟ لانه هذا المحل راه هو محل واحد. كيف يعقل انه محل واحد وهو عنده وثائق موثقه وبشهاده اداريه انت اللي عاطيها ليا باوراق بعقود بتواصل كراء تثبت انني كنستغل محلين وعندي محلين وبرقمين 410 412 كيف يعقل؟ كيفاش غنهدم هاد الحائط؟ إضافة كتعطيني مهلة بأنني نهدم حائط، علاش؟ وإلا غندير معاك إجراء. كيف هذا؟ غدير معايا إجراء؟ يعني أنا يعني حنا شنو واش حنا كاع الظلم كامل في هاد المغرب؟ واش هاد الظلم ما غاديش يتقاضى في المغرب؟ واش هاد الظلم وهاد القهرة وهاد الحقرة ما غاديش تحيد من بلادنا؟ علاش؟ علاش؟ قال لك حيديه لأنه راه محل واحد وأنا عندي وثائق تثبت أنه محلين. كيف يعقل أنه محل واحد وانت عطيني شهادة إدارية تثبت أنني عندي محلين؟ عندي هذا المحل 410 كان قوم بإصلاح وتركيب وبيع العجلات. أنا مقفل لي رزقي هذه أسبوعين، مقفل لي رزقي ورزق الولاد اللي عندي أنا ورزق الناس اللي عندي الزبائن. دابا أنا خسرت الزبائن ديالي، السمعة والشهرة والزبائن كلهم خسرتهم. هذه 42 عام وما أزيد خسرتها في رمشة عين في دقيقة، مشى ليا كل شيء. علاش؟ وهذا المحل هذا راه هو مصدر القوت ديالنا، هو باش كناكلو باش كنشربو. علاش؟ أنا كنشد الناس كاملين، أنا كنشد المجتمع المغربي، الرأي العام، القضاء، السيد الوالي، السيد العامل، سيدنا الله ينصرو، كنشدهم باش يشوفوا هاد النزيلة هادي. هادي راه جريمة، جريمة في حق مواطن، جريمة في حق أسر، غادي تشرد. هادشي اللي كنعرف أنا. وكان ناشد السيد الوالي مرة ثالثة ورابعة أنه يفتح تحقيق في هاد الترقيم، لأن هناك تزوير، هناك تدليس. أنا كنطالب بالسيد الوالي يفتح تحقيق. كيف يعقل أن الترقيم يتغير ما بين ليلة وضحاها؟ خاصو يفتح تحقيق في هاد المسألة، وما يمكنش يتهضم حق الناس.